استاذ انس كان جدا مشوق، يعني ما كان يعني دائما اذا تروح مثلا هاي الورشات شويه هي لوزز يو مثلا من الهاي، بس ما شاء الله وين اشتغلت ترى كنت دائما يعني هي didn't lose me ولا في ولا لقطه يعني. ف I'm so happy ان I am here today. قلت بس ربع التولز يعني الاستاذ انس ما شاء الله عليه يعني كريم كان معنا كثير في التولز وكذا، وهذا اكيد انه بتساعدنا احنا في شغلنا. احنا كنا قبل لما مثلا نفكر في اختيار مثلا الجمهور او اختيار الوقت المناسب كشيء بسيط من شغلنا، يعني اختيار الوقت المناسب للتغريد. انا حضرت من قبل يعني ورش اخرى وتولز يعني تعلمت عليهم، لكن ما شاء الله الاشياء اللي انت عطيتنا اياهم يمكن 90% انا ما قال شفتهم ولا عرفت عنهم، فما